الدنيا كاع مخروبه هنا كاين ودي مع القرعه لا لازم يدخل يحكموه يجعدوه خويا. انا اتحدث بمعطيات. فيه داء جديد بدا ينخر الكره او ينخر جسد الكره الجزائريه. ابنائنا في خطر. غالبيه النوادي اللي ما عندوش عنده 3-4 لاعبين رامي يتعاطاو الكاشيات كما نقولوا حنايا باش نهضروا بالعاميه باش الناس تفهم. رامي يتعاطاو حبوب مهلوسه، رامي يتعاطاو الكوكايين، رامي يتعاطاو المنشطات، وراهم يتعاطاو ايضا المخدرات. انها المخدرات. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما سمعتم معنا في المقدمه ديال الفيديو، اعتراف واضح من الاعلام الجزائري بانه معظم الانديه في الدوري الجزائري لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني ولا الثالث، معظم اللاعبين تقريبا قال لك كل نادي فيه 3 ديال اللعابه كيتعاطوا للممنوعات والمنشطات والمخدرات في الدوري الجزائري. وهنا اول اعلام يمكن في العالم، وانا ما كنعمرش سمعت حتى شي منبر اعلامي ولا اعلام خرجوا كيتكلموا على هذه الفضيحه الكبيره اللي عندهم في الدوري ديالهم، لا في الاعلام العربي لا في الاعلام الافريقي. الحمد لله كاين لجنه متخصصه في الكشف على منشطات ديال اللاعبين في الدوريات ولا مثلا في اي رياضه، الا في القوه ديال هوك، الا في القوه الهاربه، مازال يومنا هذا ما عندهمش اللجنه باش انها تكشف على المنشطات. وهنا الاعتراف ديالهم وبألسنتهم يقولون بأن معظم الأندية الجزائرية وتقريبا كل نادي فيه 4 ولا 3 ديال اللاعبين كيتعاطوا الممنوعات والمنشطات. والغريب في الأمر هو أنه قالك في المسابقات الإفريقية، يعني ملي كيبغيو يتخبعوا ولا يضرقوا على التعاطي ديال المخدرات والممنوعات، قالك في المسابقات الإفريقية كيحاولوا ما أمكن كيديروا الأسباب الإصابات ديال بعض اللاعبين، ما كيخليهمش ينزلوا من الكار ويقولوا باللي راه مصاب باش أنه ما يقدرش يدير التيست ديال المنشطات. وهنا كيبين بانه تواطؤ مع رؤساء ديال الانديه وكذلك ايضا المسؤولين ديال هاد الفرق ديالهم، وهذا الشيء كامل بالاعتراف ديال الاعلام ديال هوك. هاد الناس بغاو يدخلوا الكاف، بغاو يخربون الكاف. هاد الناس هادو الا دخلوا الكاف راه غادي يولي كلشي يتعاطى من المنشطات، لا مصيب به وغادي يفلسوا لنا عمي القجع. اللهم اخوتي ما تدخلوش الكاف، بقاو بعضياتكم، صلحوا الفساد، صلحوا الخروقات، وهذا الشيء كامل اعتراف ديالكم. هنا كتخرجوا كتقولوا او باللي راه عندنا فساد، عندنا خروقات كبيره، واليوم عندكم منشطات في جميع الانديه الجزائريه، يعني كل نادي عنده 3 ولا 4 ديال اللعابه مبليين وكيتعاطوا المخدرات. وحنا كنشاهدوا في الفيديو كما شفتوا معايا هنايا، راه بالدليل لاعبين جزائريين كيحتفلوا بالسيجار وكاين اللي فيهم كيدير الشمه وكذلك الممنوعات خلال مباريات كره القدم. خليكم